اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صيامي بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين O Allah, make my fast worthy of appreciation and acceptance according to what pleases you and pleases the messenger, peace be upon him. The branches being strengthened by the roots, for the sake of our leader Muhammad, peace be upon him, and his purified family. Praise be to Allah, the Lord of the worlds. Ameen ya Rab. Allahumma ij'al siyami fihi bish-shukri wal-qabul والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله
اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صيامي بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صيامي بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول
محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.